طيب بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى بابا رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، هنا بيقول لي إيه؟ هناخد بريمتر وريكتانجل أند سكوير. طيب هنا بيقول لي إيه؟ فايند ذا بريمتر. البريمتر سهل جدا أصلا، في العادي أنا عندي ده بيسموه لينث، والقصير ده بيسموه إيه؟ لو أنا لاحظت حاجة، ده 5 اللينث ده طوله 5 بيبقى اللي قصاده هنا 5، ده طوله 3 بيبقى اللي قصاده هنا طوله 3 زي. فالمفروض البريمتر في العادي لو قلنا بي، يعني السيمبل بتاعه بي، المفروض ان انا اعمل كل دول بلس بعض، يعني اعمل 5 بلس 3 بلس 5 بلس 3. لو انا عملتها يقوم طلع لي 16 سنتيمتر، وابقى انا كده حليتها. بس قال لك في حاجه اسهل من كده، انا ملاحظ ان 5 بلس 3 دي بتتكرر مرتين. قال لك طب ما طالما احنا عارفين في الباب ان اي حاجه بتتكرر مرتين ممكن اكتبها مره واحده اهي، بلاش المرتين، واعملها تايمز 2. فبالتالي هعمل 5 بلس 3 الاول هتبقى 8. ال 8 اللي طلعت اقوم عاملها تايمز 2 هتقوم مدياني 16 سنتيمتر. طلعت نفس الانسر برضه. فقال لك يبقى احنا عندنا بقى الروت، الرول هنا بتقول ايه؟ ان البريمتر هنمشيه على طول في الريكتانجل هيبقى ايه؟ هنعمل اللينك، يعني كفايه نعرف واحد من اللينك بلس الويدث، واللي يطلع ده كده بلس، واللي يطلع نبقى نعمل له تايمز. طيب يعني لو جينا نشوف الريكتانجل اللي بعده، هو جايبه لي مميل كده عادي، ايه المشكله يعني؟ انا ممكن اجي عايز اجيب البريمتر على طول بقى، بدل ما اقعد اقول 7 بلس 5 بلس 7، وده برضه 7 وده 5، بدل ما اقعد اقول 7 بلس 5 بلس 7، انا اقوم عامل 7 بلس 5 اهي مره واحده تايمز 2. هقوم عامل حاسب 7 بلس 5 الاول تديني 12، اقوم عامل 12 تايمز 2 هيطلع لي الانسر اسرع، بدل ما اقعد اعمل ايه؟ بدل ما اقعد اعمل 7 بلس 5 بلس 7 بلس 5 هتطلع نفس الانسر ده كده اسرع. طب انا عارف التايمز، هعمل 2 تايمز 2 ايكوال 4، اعمل 2 تايمز 1 ايكوال 2، خلاص يبقى 24 سنتيمتر، وابقى انا كده حسبت البريمتر بمنتهى السرعه. يبقى اخد اللينث اعمله بلس الويدث واقوم عامل تايمز 2 خلاص. لو جينا بقى في السكوير، السكوير بيبقى باقي يديني حاجه واحده بس، يعني قال لي ده 5 وخلاص، ما قاليش مثلا ده 5 وده 3، حاجه واحده يحط لي شرط عليهم كده، يا اما يحط لي شرطتين 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 شرطتين، او شرطه شرطه شرطه، واجيب لي سكوير بس مميل برضه عادي. واحد يقول لك ده رومبس، لا مش رومبس، بس السكوير بتبقى الانجل بتاعته رايت، يعني تلاقي الانجل دي عامله كده، لكن الرومبس عامل كده، تلاقي الانجل مش رايت، تلاقي اوبتيوس شويه كده. فهو اي نعم ميل بس هو سكوير برضه، طالما الانجل بتاعته دي رايت ودي رايت ودي رايت ودي رايت، فهو سكوير برضه بس ميل مش رومبس. طيب الرومبس ما عندوش انجلز رايت خالص. طب نيجي عندنا بقى دلوقتي، احنا في العادي البريمتر طالما ده 5 يبقى ده برضه 5 وده 5 وده 5، فاحنا المفروض عشان نجيب البريمتر هنعمل ايه؟ هنعملهم كلهم بلس بعض، يعني اعمل 5 بلس 5 بلس 5 بلس 5، 5 بلس 5 10 بلس 5 15 بلس 5 20، هيطلع 20 سنتيمتر. قال لك طب ما نفس القصه برضه، انت ليه توجع دماغك؟ مش ال 5 مكرره 4 مرات؟ ما تكتب 5 واحده منهم واعملها تايمز 4 عشان هم 4، هيطلع لك برضه 20، طلع نفس الانسر واسرع. فقال لك خلاص يبقى نخلي البريمتر بقى يبقى سايد لينس، يرمزوا لكلمه سايد باس كده، اس دي اختصار سايد لينث. طيب مش هنقول بقى لينث وويتس بقى زي الريكتانجل، لا هنقول سايد لينث، يعني اس تايمز 4. فالحركه دي هتنفعنا ايه؟ هو بيقول لي ده 7 يبقى ده برضه 7 وده 7 وده 7، مفيش داعي بقى ان اقعد اعمل 7 بلس 7 بلس 7، انا ممكن اجيب البريمتر على طول اخد 7 واحده منهم واعملها تايمز 4 وخلاص. 7 تايمز 4 ب 28 سنتيمتر. طب اللي ناسي الرول بتاع سايد تايمز 4 يقوم عاملهم كلهم بلس بعض، مش غلط برضه، اهو يقول البرنتر 7 بلس 7 بلس 7 بلس 7، بس هيتعب شويه في التجميع، 7 بلس 7 14، 14 بلس 7 21، 21 بلس 7 28، وهيطلع برضه نفس الأرقام. يبقى ممكن احلها كده اسرع ان اخد سايد واحد واعمله تايمز 4. يبقى انا في الريكتانجل بعمل لينث بلس ويدث تايمز 2، ده في الريكتانجل. في السكوير باخد سايد واحد لان كلهم قد بعض واعمله تايمز 4. اتمنى ان شاء الله ان يكون اتفهم، يعني ما فيهوش حاجه البرينتر بتاعه.